انا المفروض رايحة افطر مع صحابي ناقص على المغرب مش عارفة قد ايه. بصوا الاكل هنا. Is it the same? The same but the rice is different. انا جايبة فرايد رايس ونفس الحاجة برضو. بصوا ده سمك. It looks really interesting. The grilled fish. The dessert, Malaysian or Singaporean. There's like lots of like. I have a few Singaporean friends also that's doing master. Red chili. أنا جيت المحل العربي. بصوا فيه خلطة شاورما الدجاج وبسبوسة. بس أنا مش هجيبهم يعني. في خلطة البانية. Interesting. بس الدنيا زحمة زي بس هو حلو قوي بجد. هلو هلو. النهاردة احنا لسه مش عارفين هو اخر يوم رمضان يعني بكرة العيد بإذن الله ولا لأ. بس كده كده انا عندي حاجات كتير ان انا هتعامل على ان بكرة العيد ان شاء الله لحد ما يعلنوا. المفروض انهم هيعلنوا النهاردة الساعة 9 بالليل. فانا عندي حاجات كتير محتاجة اعملها. فاول حاجة عملتها ان انا صحيت وهكتب كل حاجه انا المفروض اعملها عشان انا محتاجه انظمها عشان اشوف ايه اللي يخلص قبل ايه. كان عندي احلام كده ورديه يعني مش عارفه هتتحقق ولا لا. نفسي اعمل كحك النهارده عشان لو بكره العيد باذن الله المفروض ان احنا مخططين ان احنا هنعمل بيكنيك انا والبنات المصريين. فكان هيبقى الموضوع لذيذ قوي لو عرفنا ناكل كحك. هيبقى الموضوع كيوت قوي بجد. وايه كمان وعندي في زي برزنتيشن كده المفروض يتسلم علشان في ليكتشر عندي بكره برضو باذن الله. لكن انا بفكر ابعت للبروفيسور لو بكره العيد ان شاء الله ان هو العيد وان انا هغيب والمفروض ان دي اجازه رسمي يبقى في ورقه كده بتتبعت من الـ اسمها الايه الحاجه كده الاسلاميه المسؤوله في كوريا لما بتبعتوها بيدوكوا اجازه. بس هو اصلا المفروض ان الاربع ده كان اجازه رسميه بسبب الانتخابات فكان كده كده هيبقى اجازه حتى لو هو العيد او مش العيد. لكن البروفيسور بتاعنا قرر ان هو هينزلنا في اليوم الاجازه دوت علشان يعوضنا على لكتشر معينه. وفكره ان اللكتشر دي فيها برزنتيشن فانا يعني مش هعرف اغيب بسهوله منها. بس انا كده كده لو هو العيد باذن الله انا هبعت له الورقه وماليش دعوه لان هو اصلا ملوش حق ان هو ينزلنا في يوم اجازه رسمي. ده غير ان انا المفروض ان انا ليا الحق عادي ان انا اغيب عشان العيد. دي حاجه لذيذه جدا هنا في كوريا عامه يعني. بس وفي فيديو المفروض انزله في ايه تاني. بس دول ثلاث اهم حاجات يعني. انا حطيت الكحك من ضمن الحاجات المهمه جدا والفيديو اللي انا انزله والمفروض كمان ان انا اخلص البرزنتيشن عشان على الاقل اكون عامله البرزنتيشن. والمفروض ان انا عندي في جروب في ثلاث اشخاص ممكن بقى يقسموا على بعض او حاجه مش عارفه يعملوا ايه. ما يعملوش اصلا الحته بتاعتي مش مشكلتي. انا دايما لما بيكون عندي برزنتيشن ببتدي ان انا اعمل مثلا البوينتس اللي انا عايزه اتكلم عليها. يعني مثلا عايزه اعمل سيرش واتكلم على الموضوع دوت. بعد كده مثلا في السلايد الثانيه عايزه اتكلم عن الادفانتجز والديس ادفانتجز مثلا بتاعه التوبيك اللي انا هتكلم فيه دوت. فكده ببقى عارفه ايه الحاجات بالظبط اللي انا عايزه اعمل عليها سيرش او اعرف كمان عدد السلايدز اللي هتطلع من الموضوع دوت. دي طريقة منظمة نسبيا ان انا لو انا عندي topic معينة ان انا اقعد اقسم كده كل سلايد هتكلم فيها عن ايه وبعد كده بقى ابتدي اعمل search وانظم الحاجات اللي انا محتاجة اعملها. انا طبعا اغلبية الوقت بميل ان انا ابتدي بالحاجة اللي انا شايفاها اسهل حاجة انا عايز اعملها واكتر حاجة انا عايز اعملها. لكن المفروض ان انا افكر في ايه الحاجة اللي المفروض تخلص الاول وهي دي اللي ابتدي بيها. يعني ايه اللي ليها الاولوية في النهايه تخلص الاول. يعني دايما بفكر يعني دايما ببتدي مثلا انا اعمل اديتنج لفيديو عشان دي من اكتر الحاجات اللي انا بستمتع بيها وانا بعملها. لكن المفروض مثلا انا اخلص البرزنتيشن الاول عشان المفروض ده يبقى ليه الاولويه دلوقتي. فدلوقتي بقيت احاول افكر بايه الحاجه اللي ليها الاولويه مش مثلا مش ان انا اخلص
كل حاجة أنا مفروض أخلصها وخلاص، لا المفروض أن أنا كمان أنظم إيه اللي يخلص الأول. الموضوع بجد بيفرق. ساعات أصلاً لما بخلص الحاجة الرخمة الأول بيبقى عندي طاقة بعد كده، عشان أنا عارفة أن كل الحاجات الباقية أنا مش هتضايق وأنا بعملها، عكس لما أبتدي بالحاجة الكويسة وأنا دايماً في دماغي لسه أنا محتاجة أخلص الحاجة الرخمة، أنا مفروض أخلصها، أنا محتاجة أخلص لسه ناقص لي حاجة رخمة مفروض أخلصها. فالموضوع بجد بيفرق. الشمس خلاص قربت بس لسه ناقص دقيقتين ثلاثة على الورق. ممكن يكون ده آخر فطار وممكن لسه بكرة إن شاء الله، بس هنشوف. يعني أنا كنت بدور على سكر باودر للكحك بس مش موجود، متوقعتش إن هو دوت اللي هيديني النغزة في ظهري ويبقاش موجود، فأنا مش عارفة أعمل إيه. بس انا ممكن اطلبه وهيجي بكره ان شاء الله. هتفتكروا اعمل الكحك من غير سكر واستناه يجي السكر بكره ان شاء الله. ازيكم يا جماعه؟ كل سنه وانتم طيبين. انا كنت لسه تحت عادي بجيب السكر وكده، ده مش يوم تاني، بس يعني اللي حسيت ان انا عايزه اقول لكم ازيكم كده علشان هم اعلنوا ان اعلنوا خلاص ان بكره باذن الله العيد. فاحنا رمضان عندنا في كوريا 29 يوم. وانا دلوقتي بعمل الفطار اللي هو يعني خلاص اخر مره بقى هقول عليه كده. انا حزينه قوي عامه وسعيده برضو في نفس الوقت ان انا عملت حاجه انا كنت عايزه اعملها، ان انا صوم. يعني اقصد ان الاحساس بالانجاز ان احنا صمنا شهر رمضان كله الحمد لله، وبعد كده بقى كمان حاسه بالفرحه ان انا هرجع لحياتي الطبيعيه وان العيد جاي وكده، بس مفيهاش عمر مشاعر كتير مختلطه. انا هعمل مكرونه وجنبها برجر وكوسه. هو البرجر انا جبته امبارح من المحل اللي هو الفورين ماركت ده. انا امبارح ما صورتلكوش انا جبت ايه، بس انا مش حاجات كتير، جبت لحمه وبرجر وخميره وعيش بلدي ودي المكرونه. انا قطعت الكوسه كمان وهسويها جنب البرجر، والبرجر كان مجمد من جوه، والطماطم، وهعمل بس صوص بشاميل وهقلب بقى كل حاجه مع بعضها، او هقلب بس صوص بشاميل مع غالبا هعمل كده عشان انا عايزه كل طعم يبقى لوحده. انا في نص الطبخ افتكرت ان انا نسيت اجيب لبن، فنزلت بسرعه قبل ما السوبر ماركت يقفل. تفتكروا اخاطر واجرب نوع تاني ولا النوع اللي انا متعود عليه؟ اخاطر طبعا. نرجع عادي جدا نكمل ولا كان اي حاجه حصلت. هعمل البشاميل، هعمله بسمنه بس مش هحط سمنه كتير، حط الدقيق تالي كده كفايه ان شاء الله. زي ما انتوا شايفين كده البشاميل كلكع مني، بس مش حوار يعني. انا اللي باكل فمش مشكله. اهو الاكل، المكرونه وفلفل او اسمه ايه ده وكيمتشي كوري. انا عارفه ان هي حاجه غريبه بس يعني ايا ياكل وهتفرج على حاجه. معنى قررت ان انا اتجنن وهعمل كحك. بمناسبة ان العيد بكرة ان شاء الله، انا طلبت سكر باودر المفروض ان هو هيجي بكرة ان شاء الله يعني، بس انا قلت بقى ايه اعمل الكحك النهاردة. انا جبت الوصفة اللي هي بتاعت اي حبيب وهحاول بقى اعملها. المفروض ان دي كمية اللبن اللي انا هحتاجها. انا هعمل بس ربع كيلو دقيق، مش هعمل كتير. المفروض ان ربع كيلو دقيق ده هيعمل حوالي 20 كحكية. بس انا حاسة ان انا خلاص السمنة كلها في الوصفة دي، بس مش مشكلة يعني. المهم ان انا ابقى مبسوطة واكل واكل كحك صح؟ بصوا انا فعلا خلصت السمنة تقريبا في الوصفة دي، بس مش مشكلة يعني. كمان بقى هجيب الدقيق. انا في شوية حاجات هغيرها في الوصفة بتاعتها، مش عشان انا خبيرة كحك لا، ده بس علشان انا ما عنديش عجانة وما عنديش سكر باودر، وهي الوصفة بتاعتها بتقول ان انا احط سكر باودر، فانا مش هحط سكر خالص في العجينة اصلا. ربنا يستر بتطلع مظبوطة يعني. فانا هسيح السمنه، هي بتحطها عادي درجه حراره الغرفه، بس انا هسيح السمنه سنه بس مش هقدحها يعني، اللي هو مش هخليها تغلي. انا يعني جدتي الله يرحمها كانت بتعملها كده، كانت بتخليها تغلي على النار، بس انا مش هعمل كده، بس هسيحها.
محتاج كوبايتين دقيق. كوبايه ودي الثانيه. عامه لما بصيت على كميه الدقيق فيعني كميه السمنه دي يدوبك اصلا على كميه الدقيق دي. ده اكبر طبق عندي عشان اعرف ابس فيه. اسمها بيبس صح. قلت نحط رشه ملح و احط بيكنج باودر كمان. لقيت معلقه ونص صغيرين بس انا بعمل نص كميه فاحط 3 ارباع معلقه صغننه. ثواني اقيس. كان نفسي يكون عندي اللي هي توابل الكحك او المحلب بس للاسف ما لقيتهاش. للاسف انا لو كنت عامله حسابي ابدر شويه الموضوع ده كنت جبت من صاحبتي السوريه اللي انا قلت لكم عليها، بس للاسف بقى الموضوع ما كانش متخطط له كويس. انا هسيب بقى كل حاجه زي ما كده وهدخل اروح استحمى حمايه العيد ان شاء الله. عشان المفروض رايحه اصلي العيد باذن الله، فعايزه استحمى عشان اروح بقى كده وانا فريش. انا استحميت زي ما انتم شايفين كده والساعه دلوقتي 5:15، فانا قررت ان انا اغطي كل حاجه. انا مش عارفه لو هيبان اي حاجه. غطيت كل حاجه وان شاء الله بقى بكره باذن الله ابقى اكمل كحك، عشان دي فكره سيئه جدا ان انا اخلص الكحك دلوقتي علشان كده مش هعرف انام خالص قبل ما اروح الصلاه، ودي وبعد كده المفروض ان انا خارجه مع اصحابي ان شاء الله، فكده بجد هبقى بعذب نفسي. فعلى الاقل انام ساعتين كده عشان اصحى مفوقه شويه. فانا بحاول اروح انام دلوقتي. انا بحاول اقنع نفسي بكل ما اوتيت من قوه ان انا هتبسط لما اروح اصلي بجد، لان انا مش قادره، مش شايفه قدامي بجد. المفروض تاخد معانا مصلية فانا هاخدها. ايه علشان ساعات الناس بتبقى عددها كبير وهم كاتبين ان دي تنبيهات، انا هاخد معايا مصلية في الشنطه. شعري شديد زفت، عايزه انزل بصراحة. انا مش مصدقه ان انا هاخد معايا ميه وممكن اشربها عادي. بس انا لسه كده ما فكرتش. يعني عباية مطرحة، انتوا مش متخيلين قد ايه تكبيرات العيد محسساني بجد ان انا في العيد. يا رب بس الحق اروح بدري كفاية ان شاء الله. الحق ان شاء الله. نازلة من الشارع، نازلة في الشارع وطبعا مفيش اي مظاهر لمظاهر العيد، فحاسة ان العيد بتاعي انا بس. الموضوع غريب قوي بجد، دي حاجة بالنسبة لي كبيرة قوي كده وهم كلهم وهم هنا مفيش حد حاسس بالموضوع او عارف، وفي كتير منهم اصلا مش عارف وجود الموضوع. النهارده اجازه رسمي عشان كده زي ما انتم شايفين الدنيا فاضيه قوي قوي. فسبحان الله فكره ان الاجازه الرسمي ظبطت مع العيد حاجه يعني رهيبه بجد، عشان الانتخابات. انا وصلت، ناقص 12 دقيقه على الصلاه، لسه المفروض امشي 10 دقايق كده. المكان فيه بوليس بينظم المكان علشان ما يحصلش اي مشاكل. لا اله الا الله، لا اله الا الله. دي الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. بصوا الناس لسه بتنزل، مش عارفه ربنا معاهم.
بص انا لابسه العبايه، العبايه دي انا جايباها من مصر. انا مستنياهم بقى ينزلوا كلهم ان شاء الله، بعد كده بقى ننزل. بصوا المنظر، انا مش عارفه لو هنعرف نشوف الناس تحت. اوه بصوا، واو الموضوع بجد مبهر جدا. انا ما كنتش متخيل ان في كل المسلمين دول هنا. بص في حتى ناس موزعوا حاجات. الله انا عايز انزل اخد. احنا هندخل هنا. اوكي ساندويتش. انا مش عارفه في ايه، بس انا عندي جفاف مش منطقي بجد. انا لبست بصوا الاكسسوارز، انا لسه هحط حاجه على شفايفي عشان حاسه ان هي ناشفه قوي. نحط بقى ميك اب عشان افوق وشي شويه. المفروض انا كنت قابلهم الساعه 3 هناك، وهي الساعه دلوقتي 4، بس انا ما عرفتش اصحى علشان انا كنت نايمه الساعه 1 بس، فما عرفتش اصحى واقابلهم. ف ده اللي هنعمله، هروح لهم متاخر بس اروح احسن من ما اروحش. ده المفروض انهم قاعدين شويه يعني، وفي منهم لسه ما وصلوش، بس انا هقعد احبه لحد ما اوصل اصلا. مشكله ان شاء الله بس الحق الغروب ان شاء الله. بجد مش متخيلين انا قد ايه اتبسطت بالاجواء، لان انا عمري ما توقعت ابدا 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 اصلا. يعني لما رحت الجامع اول مره عشان التراويح انا ما كنتش متخيله ان هو جامع كبير كده، لان في جيجو كان الجامع بيبقى عباره عن اوضه، يعني مش اوضه سوري، شقه، ومفيش بقى مأذنه ولا الكلام ده ولا اي حاجه، فهي شقه في عماره عاديه جدا. فانا اتفاجئت ان هو جامع وليه مكان وليه باركينج ومش عارفه ايه، فحاجه كبيره مش حاجه صغيره. ده اول ما رحت التراويح. وفي العيد بقى انا اصلا ما تخيلتش ان كل البشر دي هيكونوا رايحين. سبحان الله هي ظبطت مع الاجازه، حتى الناس مثلا اللي كانوا مش هيعرفوا يروحوا علشان الشغل، علشان هو ميعاد غبي جدا بصراحه ان هم يختاروا ان هم يخلوا الصلاه الساعه 9. لكن يعني انا ده اساسا ده تالت عيد ليا، واول عيد اعرف اروح عشان دايما كان بيبقى عندي امتحان او عندي حاجه. يعني مرتين كان في العيد الصغير ده كان عندي امتحان. انا هحط بيربل، نفس لون البلوزه. انا مش فاتحه البتاع عشان الشمس ما تجيش في وشي. بص الشمس، حاسه ان الموضوع سعيد اكتر بالشمس، قلت بقى اسيبها كده خالص. انا هحط شويه بيربل وبعد كده هحط ايلاينر وخلاص كده عشان بس انزل لهم. البلوزه والبتاع ميكس وارم تونز وكول تونز. انا هعمل نفس الحكايه، انا دلوقتي حاطه اللي هو الكول وده وارم ذهبي، يعني اصفرات ازرقات فاهمين كده. هحط هنا حبه هنا كده جوه، وهحط حبه هنا تحت. فكر احط حبه هنا كده كده سباركلز في كل حته مش بتدور. هوريكم بعد ما ادعكم شويه. انا مش عارفه لو انتم شايفين، بس هو هي بتنور العين كده. بس احط بقى الماسكارا خلاص. شايفين شايفين اي حاجه انا حاطاها اصلا؟ مش كده، المهم ان انا عارفه. انا هاملة ازازة مية عشان الجفاف الرهيب اللي عندي ده. ما كانش بيبقى عندي جفاف وانا صايمة كده، غالبا عشان الشاورما اللي انا اكلتها دي كان فيها ملح كتير، وكمان عشان الدنيا النهاردة هي والله مش حر، بس انا عملت مجهود برضو على الصبح عشان كنت بجري عشان الحق الصلاة. انا فتحت الشباك عشان يهوي الدنيا واخد الحاجات. انا عايزة اقول لكم ان وانا رايحة الصلاة وانا رايحة في الطريق جمعت افتكرت ان انا اصلا مش متوضية. انتوا متخيلين؟ انا كنت نايمه لدرجه ان انا مش مستوعبه انا بعمل ايه. انا رايحه اصلاها واحد اثنين ثلاثه وضوء. لا مفيش، يلا بينا ننزل بقى. حاسه ان اوراق الشجره بتاعت الورقه دي مرسومه. بصوا بصوا منظر الفاكهه. بصوا كميه البشر، والمفروض ان دول تشيري بلاسمز بس هما بصوا خلاص طلع الاخضر فيهم. راكبين البطاط شكلهم كيوت قوي.
دول كايتس. حطيت الحاجات ممكن بقى احنا نحط مية ونبليها هي. بنختار كمية المية من هنا وهي بتنزل براحتها كده بقى. انا بقى بصي حطيت قد ايه بقي ايه البجع ده بنتي. كل سنه رمضان ايوه بتزور بزمه قوي خلاص. الشجره الوحيده اللي موجوده تقريبا لسه بقولك هتصور اي شجره. الجو بجد حلو قوي قوي. بصوا قاعدين هناك اهو. انت عايزين فيها؟ خلي بصوا المنظر. احنا خلاص ماشيين. انا جبت مافنز وانا في الطريق ودي قهوه دي كافيين وعندي حاجات المفروض اسلمها قبل الساعه 12 وهي الساعه 10:30. يا رب نستر بقى. بصوا كمية الألوان. بصوا المنظر حلو قوي بجد. دي المافن اللي انا كنت جايباها امبارح وهنزل اجيب قهوه عشان انا هموت بجد مش قادره افهم اي حاجه. في كافيه هنا هطلب من هنا. بفكر اجيب فانيلا لاتيه ولا كارميل لاتيه. خليه كارميل. كارميل لاتيه. الساعة 10 دقايق والمفروض وانزل اطلع قصدي. انا بجد مش عايزة اكمل اللكتشر دي بحسب كمية احباط مش ممكنة لان انا مش فاهمة حاجة وحاسة ان انا في حاجات كتير قوي المفروض اعملها. انا عارفة ان الانجل غريبة جدا بس فانا حاسة بجد ان انا في حاجات كتير قوي المفروض اعملها وان انا المفروض اركز فالموضوع محبط جدا بجد. فانا هاكل المافن دي وانسى. انا اصلا ده الموبايل على القهوة فمش عارفة اصور لكم القهوة. ايه القهوة؟ انا قاعدة قدام الكافيه. عندك كوكو جيمس باتل عاي ساعتها تشيس ودن تشتبه بانا كوكو. انا خلصت لسه معايا القهوة مشربتش منها تاني. انا بفكر اقعد شوية علشان مش عايزة اخرج في الزحمة بتاعت اسمها ايه في الراش اور دي مش قادرة بجد. تعالوا نخرج نقعد شويه في الطبيعه وبعد كده ممكن بقى اطلع اعمل اي حاجه فوق هنا. بصوا بجد البهجه لونها حلو قوي. لونه حلو قوي بجد الورد ده. بصوا التفاصيل بجد سبحان الله. بصوا بجد الالوان مع بعضها. بصوا بقى والشمس داخلة مع الدايم جواها. والله هي حاجة عظمة 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 عظمة. ايه الهزار ده؟ ايه الهزار ده بجد؟ الشجرة اللي لونها اصفر دي ليها ريحة. ليها ريحة حلوة. ودي كمان ليها ريحة مش عارفة اسمها فريزيا حاجة كده مش فاكرة والله اسمها خالص بس ريحتها حلوة قوي. بصوا شكلها جميل ازاي وريحتها حلوه قوي. كل ورده فيهم تحسوها كده ليها شخصيه منفرده بذاتها. عايزه اقول لكم ان انا كنت حزينه جدا علشان انا امبارح
انا الاسبوع ده بصراحه كنت بستعبط عشان بقى ان العيد كان داخل وكده، فانا كروت شويه حاجه انا المفروض كنت اسلمها النهارده. فراح البروفيسور اول ما شافها راح قال لي انت ما عملتيش الداتا كويس ومش عارفه ايه، فخلاص وما بصش عليها وراح اقفلها. فصراحه كنت متضايقه، بس انا استاهل كده كده. بس بعد كده في الاخر راح فتحه تاني وقعد يتناقش معايا ومش عارفه ايه في الموضوع، وكان راح قايل لي ان فكره الموضوع ممكن تبقى لذيذه بس هي محتاجه شغل. فانا قلت خلاص بقى انا هحترم نفسي، وان انا يعني ايه ان شاء الله ان انا المفروض بقى اجتهد واحترم نفسي وكده، واعتبر ان دي خلاص يعني دي كانت علامه وانا ان شاء الله هجتهد. بس انا مش عارفه شعري هيش كده ليه، بس مش مشكله، هتلاقيه بقى محتاج حمام زيت ولا حاجه. ف اول ما بوصل البوينت ان انا خلاص عايزه جيف اب، يعني انا ساعات كده بحس ان انا يلا بقى انا عايزه اهرب، انا عايزه اهرب من المكان ده كله واروح اروح بحر مثلا او مكان زي كده، المكان بعيد عن كل اللي انا فيه ده. فساعتها بقى بعرف ان في مشكله، يا اما انا بهرب خوف، يا اما انا بهرب عشان مش عايز اتحمل المسؤوليه. صح، في اسباب كتير قوي للهروب، خوف من الفشل مثلا، ففي اسباب كتير قوي للهروب. فبدل ما نهرب نرجع بقى نشوف ايه السبب للاحساس بالهروب دوت، الاحساس ان احنا عايزين نهرب، وساعتها بقى نقدر ان احنا نرجع للسبب دوت ونحاول ان احنا نلاقي له حل. فلما نلاقي له حل تلقائيا الشعور بالهروب هيروح، وان حياتنا نفسها اصلا اللي احنا عايشينها هتبقى هي دي اللي احنا عايزين نعيشها، او هو ده اللي احنا عايزين نهرب ليه لو فاهمني. بس فانا بقى قعدت افكر مع نفسي وانا بشرب القهوه والبتاع، الشمس هتحرقني حرقاني هتموتني بس انا مستمتعه بيها برضو. وانا قاعده بقى بشرب القهوه والكيكه دي وانا باكلها تحت، بعد ما كنت حاسه ان انا عايزه اهرب ومش عايزه ارجع تاني للليكتشر، ففكرت في الموضوع ده، فقلت اشير الافكار بتاعتي معاكم يعني. بس انا مليت ازازه الماء بتاعتي وهمشي بقى عشان انا بقى لي ساعه قاعده بره. انتوا مش متخيلين انا سعيده قد ايه بالخضار اللي انا شايفاه ده. بصوا كيوت ازاي. بصوا كمية الطيور اللي على الشجرة. بصوا شكلها حلوة قوي. الشجرة دي لسه موقعتش. انا دايما بعد ما بخرج من المترو بحس ان انا لازم اروح جنب الطبيعه علشان انسى اللي حصل فيا في الوقت ده بالذات، بجد المترو بيبقى صعب قوي. شايفين التوليبس اللي تحت دول شكلهم حلو قوي بجد. بصوا بجد الالوان. انتوا شايفين اللي انا شايفاه؟ ايه الهزار ده بقى؟ القمر. واو، انا نفسي اكل تونه جدا، فجيت اجيب تونه واجيب شيبسي عشان اكله جنبها، انا جعانه قوي. لقيت الفلفل ده عليه عرض فاجيب. انا مش عارفه والله هو هيبقى انهي فلوج، هو ده ولا اللي قبليه، بس يعني في فلوج كده انا كنت هعمل كحك فيه وقفت في نصه، فانا حاجات الكحك دي انا لسه سايباها زي ما هي كده، ده من امبارح ولا من امتى؟ من اول امبارح بالليل قوي يعني، بقالها يومين بس كده ان شاء الله ما تكونش باظت. ان شاء الله انا ناوي اعمل الكحك بس بعد ما اعمل اديتنج للفيديو. بس انا دلوقتي هعمل التونه، هوريكم كده فلفل شكله انترستنج قوي جبته. التونه دي المفروض ان هي صحيه شويه، فيها كالوريز اقل، بس جبت جنبها شيبسي عشان تعرفوا بس انا بهتم جدا بالكالوريز. بصوا الفلفل مسمينه بانانا بابريكا، يعني بين من اسمه بانانا بابريكا شبه الموز. انا عايزه اقول لكم ان انا خربت البادجت بالفلفل ده، بس انا ما قدرتش والله. وبعدين كان هو في نوع تاني مش عشان النوع ده، يعني هو اي فلفل ملون كان بنفس السعر، فانا قلت بقى اجيب الشكل الانترستنج ده واجربه، حاسه ان هو هيبقى شكله مسكر اكتر، وكاتبين ان هو سويت هنا، ان شاء الله يبقى لذيذ، عشان انا حسيت ان التونه مش هتبقى مظبوطه من غير حاجه مسكره كده. بس انا اقطع الفلفل وبصل وعندي فلفل اخضر كمان، ونحطهم على التونه وكمون وبس كده وملح. شعور غريب قوي بجد ان النهارده تاني يوم العيد ومفيش اي حد حاسس باي حاجه. يا ليله العيد انستينا وجددت الامل فينا، يا ليله العيد
ليله العيد انستينا وجد الامل فينا يا ليله العيد. نعمل فلفل لونه ايه؟ انا بختاره ما بين الاحمر وال انا محترمه ما بينهم الثلاثه بصراحه. انا هقطع الفلفل الاخضر والبصل لحد ما افكر اني فلفل هي. انا قررت ان انا هعمل الاحمر. لا خلينا نعمل الاصفر. ولا نعمل الاورنج بقى عشان يبقى ما بين الاثنين. زي ما انتم شايفين قررت ان انا هستخدم الاحمر والاصفر. وقطعت كمان اسمه ايه ده بصل. حط بقى التونه. احط بس كمون وملح واقلبهم بقى مع بعض. بقمر العيش كمان. احط بقى الكمون. اوبس العيش بيتحرق. الحمد لله ما اتحرقش. احط الكمون كده وملح شويه ملح صغنانين عشان هي كده كده بتبقى اصلا حادقه يعني. بس ده عشان خضور بس. بس كده زي الفل. بصوا شكلها كيوت ازاي وهي ملونه. انا بقى قلت يعني خلاص مش هبوظ الفلفل كله عشان انا اخدت منه حته صغيره بس. قلت بقى مش هبوظه كله. فضحيت ضحيت بالاحمر والاصفر بس. وانا ممكن عايز ياكله من البتاع بس حاسه ان هو هيبقى شكله احلى وهو في الطبق ده. انا بحب اوصف الطبق. بهزر طبعا مش بحب بس يعني. دي وجبتي المفضله بجد بجد.